طيب المثل بيقول إنه اللي له حظ يعني لا يتعب ولا يشقى يعني، وفي الخبر أو اللي ما له حظ يعني تحديداً لا يتعب ولا يشقى. على العموم الخبر هذا حتشوفوا الحظ في أبهى صوره الصراحة يعني. فتخيلوا هذه الست الأمريكية اللي شايفين صورتها، اسمها كريستين ويلسون من ماساتشوستس، فازت بالجائزة الكبرى في اليانصيب والبالغة $1 مليون. الحظ مو بس فوزها الآن، الحظ إنه هذه تاني مرة تفوز خلال 10 أسابيع. الخير نزل مو بس عليها، كمان على المحل اللي اشترت منه التذاكر. فإدارة نصيب أو إدارة يا نصيب ولاية ماساتشوستس قالت إنه من المقرر إنه يحصل المتجر اللي اشترت منه ويلسون تذكرة اليا نصيب على مكافأة قدرها $10,000. هذه الست يعني مثل ما قلت لكم قيل إنها مو أول مرة تربح الجائزة في أو تربح الجائزة يعني. ففي فبراير الماضي كمان حصدت جائزة $1 مليون الأولى من تذكرة يا نصيب فورية بقيمة $50. المرأة مصممة كمان إنها تأخذ فلوسها كاش مو على شكل دفعات متعددة، حتى لو كان هذا معناه إنه الضرائب تأخذ جزء من المبلغ.